شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده. واحد 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 اجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب وتظل واحد ونتيجه تنميه للاهل المصري رقم واحد. العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده. واحد 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 قيم ومبادئ. وازاي في العتمة نصور ونلاقي النور ونقوم ونعدي من اول يوم في الاهل لحد اللحظة دي كله بيجي. والاهل تملي الفوق بيفوق الكل في اي تحدي. في الاول دايما سابق وزرع فينا قيم ومبادئ. وازاي في العتمة نصور ونلاقي النور ونقوم ونعدي. اهلا بحضراتكم من جديد. فعلا الفرحه حلوه ويا رب بكره ان شاء الله الفرحه تكتمل كمان بعد لقاء القمه. برحب بضيوف النهارده الجهاز الفني لفريق 2000 اللي حققوا بطوله سوبر منطقه القاهره قبل انتهاء البطوله باربع اسابيع. وهنبتدي طبعا مع كابتن امين عرابي المدير الفني. ازيك يا كابتن امين؟ كابتن اسامه انا برحب بيك وانا سعيد طبعا ان معاك للمره الثانيه في قناه النادي الاهلي. دي حاجه تشرفنا كلنا وان شاء الله يبقى خير علينا وخير على النادي الاهلي ان شاء الله. حضرتك مشرفنا ومنور. الله يخليك كابتن. الله يكرمك. ورحب ايضا بضيفي الكابتن تامر سوي مدرب حراس مرمى فريق 2000. ازيك يا كابتن تامر؟ كابتن اسامه اهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين لحضرتك وسعيد اني موجود معاك النهارده. وانت مشرفنا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن. الدينامو بقى الذي لا يكل ولا يمل. كابتن عماد انور المدير الاداري لفريق 2000. ازيك يا كابتن عماد؟ ازيك يا كابتن اسامه؟ سعيد ان انا موجود مع حضرتك وبشكر حضرتك على الاستضافه الجميله دي. هنبتدي طبعا مع المدير الفني العريس بقى كابتن امين عراب. طبعا لان هم اصحاب الفرح. كابتن امين كلمنا بقى ما شاء الله يعني ارقام مميزه السنه دي مع فريق 2000 في السوبر منطقه القاهره. يعني يظن البعض انها بطوله ضعيفه لكن لما نسمع ونشوف اسماء الفرق المشاركه لا على ارض الواقع هتلاقيها فرق قويه. عايز اتكلم معاك في البدايه عن مشوار بقى البطوله. هو بص بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بدانا فتره الاعداد من بدايه من ساعه ما كلفت من الكابتن فتحي ومجلس الاداره بان انا امسك فريق 2000. تمام. اعتقد انها فرقه ممتازه. فرقه السنه اللي فاتت محققه بطوله برضو كانت مع الكابتن احمد سراج واحنا بنكمل شغل بعض كلنا كمدربين. تمام. بدانا الشغل بدانا نعد للفرقه للموسم الجديد. كان عندنا اهداف. حطينا اهدافنا اللي عايزين نحققها من خلال الموسم. الهدف الاولاني والرئيسي ان احنا نصعد اللعيبه ونشتغل على لعيبه مميزه تبقى برومسنج للفريق الاول وللنادي الاهلي. الهدف الثاني ان احنا نحقق البطوله. وبدأنا نشتغل على هذا الأساس. بعد اجتماعات مطولة مع الكابتن فتحي مبروك في البداية كان الكابتن هشام حنفي لسه ما جاش كان الكابتن هاني رمزي. يمكن بدأنا نشتغل عليها وبدأنا نخوض المشوار من بدايته. اجتماعات مع اللعيبة بدأنا ننسق هنعمل ايه مع الجهاز اللي انا بتشرف ان انا اشتغلت مع الجهاز دوت. عجبني قوي الروح اللي مع الجهاز. لا لا دي حقيقه يعني بجد. انا يمكن تامر شغال معاه بقى لي فتره. انا حابك
يعني طبعا يعني كان نفسي يكون الجهاز كله موجود معانا. عايزك تقول لي الجهاز كله يا كابتن امين. الجهاز كله طبعا معايا الكابتن، كان معايا الكابتن اشرف ابو زيد في بدايه الموسم، تم تصعيده ل 2003 كمدير فني. بقى جه معايا الكابتن عبد الله فاروق، كابتن تامر دسوقي مدرب حراس مرمى، كابتن عماد انور مدير اداري، معايا عبد الحميد تدليك، معايا الدكتور محمود جهاز الدكتور طبيب. فالحمد لله الجهاز كله متكامل، كلنا يعني بنشتغل بايد واحده في حب النادي الاهلي، في حب بعضينا، وده اللي بيوصل للنجاح. يعني مفيش حاجه توصلك للنجاح بدايه من ان الجهاز كله يبقى متماسك، الجهاز كله بيحب بعضيه. اما اللعيبه تشوفك كده اكيد هيبقى عندها التماسك وهيبقى عندها الاصرار وهيبقى عندها العزيمه. الحمد لله بدانا الموسم ونهينا ان شاء الله بعد الثلاث ماتشات الجايين. عمر ما حصل خلاف بين الجهاز، ارائنا كلها واحد، بنستشير بعضنا في كل حاجه. انا شخصيا كمدير فني للفرقه، حتى يمكن عماد كمدير اداري بساله في بعض الحاجات للعيبه. كابتن تامر طبعا اخ وصديق من زمان وشغل مع بعض بقالنا فتره، كل صغيره وكبيره في الفرقه بيبقى عارفها، بنتكلم مع بعضينا مع الكابتن عبد الله، بستشيرهم في كل حاجه، في التغيير، في تشكيل، في نديهم مساحه لا ده حقهم، لان انا اشتغلت كده وبدات كده، وهو ده النادي الاهلي. يعني هو النادي الاهلي علمنا كده. بقالك كام سنه في القطاع؟ لا كتير، انا من زمان يعني مش عايز اقول لك من 85 ما شاء الله ما شاء الله. فانا عايز اقول لحضرتك ان انا اتعلمت كده في النادي الاهلي، ودي روح النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي اللي هو بسها فينا واحنا بنبسها في الاجيال اللي بتيجي من بعض. فالحمد لله كلنا جهاز متكامل، مش احنا بس، حتى كل الاجهزه اللي في النادي قياده الكابتن فتحي. فدي حاجه كويسه وبدانا نشتغل على هذا الاسلوب. هاجي لك دلوقتي في عمليه بقى التصعيد، وانت بتكلمني دلوقتي ان اهم حاجه عندك هو لعيب للدرجه الاولى مش البطوله. فسالك في عمليه التصعيد، وكان كل الفرق بتاخد من فريق 2000. اروح للكابتن تامر دسوقي في البدايه، بقالك كام سنه بقى مدرب حراس مرمى داخل النادي الاهلي؟ بقالي 11 سنه. 11 سنه ما شاء الله، ده يعني سنوات طويله. من حوالي 3 سنين انا استاذنت النادي وسافرت السعوديه سنه ورجعت استاذنت النادي تاني. تجربه ورجعت النادي الاهلي تاني. ورجعت استاذنت النادي تاني واشتغلت في نجوم مستقبل سنه، وبعد كده رجعت النادي تاني. تمام، طمنا بقى. يعني ما شاء الله دلوقتي النادي الاهلي وقطاع الناشئين بالنادي الاهلي بيمر بفتره مميزه في حراسه المرمى. النادي الاهلي بيضم في كل الفرق ما شاء الله اسماء مميزه واعده وصاعده في منتخبات مصر وكمان فريق الاول. طمنا بقى عن حراس مرمى 2000. حراس مرمى 2000 انا الفرقه فيها مصطفى شوبير، فيها احمد طارق سليمان. من بدايه الموسم الاثنين متصاعدين مع الدرجه الاولى مع 97، يعني مواليد 2 مواليد 2000. الاثنين مواليد 2000 ما شاء الله. مصطفى شوبير بيلعب 97، هو الحارس اللي بيلعب. مصطفى شوبير منضم للمنتخب الاولمبي. احمد طارق سليمان بيلعب مع 97. احمد لما بيسمحوا له ان هو ينزل يلعب معانا الدرجه الاولى، لعب معانا حوالي 5 ماتشات في المسابقه دي، وكان اضافه لينا. الاثنين مع الدرجه الاولى، فما كانش عندنا مشكله، لان احنا عندنا الفرقه اللي تحتينا فيها 3 حراس مميزين، حمزه علاء وعاصم محمد اشرف. حمزه علاء وعاصم الاثنين هم اللي بيلعبوا مع 2001، فانا مع بكلام مع كابتن امين وكابتن اكرامي طلعت محمد اشرف اللي هو الحارس الثالث تحت، وبدا معانا فتره الاعداد. الولد تطور بشكل كويس، بدا يلعب الماتشات الوديه، وبدا كابتن امين يبقى عنده ثقه فيه. بدا معانا الدوري من اول مباراه، الحمد لله كل مباراه بتبقى احسن من اللي قبليها. الولد ما شاء الله كان ليه دور وكان ليه بصمه. مهم عمليه التصعيد ده يا كابتن. طبعا يعني طبعا. النهارده لما يبقى انت بتستغنى عن الاثنين الحراس بتوعك للفريق، طبعا ال 97 و99 وطبعا قبلهم الدرجه الاولى، وبيلعبوا في منافسات اقوى، ده بيفيد الحراس طبعا. اكيد يا كابتن اسامه، انت دلوقتي عندك حارس المرمى الثالث النهارده في قائمه النادي الاهلي في مباراه الزمالك هو مواليد 2000، مصطفى شوبير. دي انا قلتها في المقدمه. حاجه كويسه طبعا ان مصطفى شوبير ينضم، وكان قبل كده انضم في مباراه شبيبه الثوره، خبرات بيكتسبها مصطفى شوبير يعني مبكرا. بالظبط. احمد طارق سليمان انضم السنه دي للقائمه في مباريات. الموسم اللي فات رمضان مصطفى انضم للقائمه في الدرجه الاولى، محمد طارق انضم للقائمه. انت عندك قاعده حراس انت بتاهلها انها يبقى حارس النادي الاهلي. تمام. انت بتحط دي في شخصيته ان هو ما يهابش الموقف ده. مصطفى لما بيلعب او احمد طارق بيلعب في سن اكبر من سنه بثلاث سنين ومنه بينضم للمنتخب الاولمبي، فده يقول ان هو حارس مرمى كويس، ده يقول ان احمد طارق حارس مرمى كويس. فالحمد لله احنا ما عندناش مشكله، عندنا حراس مرمى متميزه في كل فرق النادي من اول البراعم لفرقه 97. ان شاء الله سنين
جايه كتير باذن الله، هيبقى في حراس مرمى النادي الاهلي مبشره واعده، ومنتخب مصر كمان. وما شاء الله زي ما بتفق مع كاب تامر ان احنا كمان حتى حراسنا في الدرجه الاولى، شريف اكرامي والشناوي كمان يعني من ولاد النادي الاهلي، وكمان علي لطفي ما شاء الله يعني لسنوات طويله مش هيكون عندنا اي مشكله في حراسه المرمى. هروح بقى للدينامو بتاع الفريق اللي دوره بيبتدي قبل الموسم ما يبتدي ممكن بشهرين ثلاثه، عمليه تسجيل اللاعبين وقيد اللاعبين والاستعلام والكلام ده كله. احكي لنا بقى كابتن عماد، دورك بيبتدي من امتى بقى في يعني خاصه في بدايه الموسم؟ يعني هو الاداري تقريبا دوره ما بينتهيش اصلا، يعني احنا طول الموسم، يعني احنا الفتره الاجازه هنبدا تجهيز الاختبارات وبعدين تسجيل القائمه الاولى. انا مسؤول عن السيستم في قطاع الناشئين، وكمان الاكاديميه بتسجل لعيبه دلوقتي، فانا مسؤول عن السيستم بتاع الناشئين والاكاديميه. يعني مش فريق 2000 بس؟ لا انا القطاع كله. القطاع كله. ما عدا طبعا 97 احمد عبد الله. علشان كده انت ماشي بالورق على طول، حتى وانت جاي لنا الحلقه ماشي بالورق. انا مش جايب ورق كتير يعني، ده حاجه صغيره. بنبدا نسجل القائمه الاولى، القائمه الاولى كانت السنه دي بدات قبل بدايه الموسم، بدات بدري. وبعد كده بالتشكيل بيطلع تشكيل القطاع الناشئين، فبعرف الجهاز اللي معاه. انا بتشرف طبعا ان انا مع كابتن امين عرابي. وزي ما قال كده الحمد لله احنا الموسم كله ما فيش مشكله حصلت في جهاز 2000. اشتغلنا كلنا مع بعض فيه طبعا الجهاز اللي قال، وفي وانت بتتكلم يا كابتن عماد يعني بيعرضوا لنا يعني بعض من لقطات الفرحه طبعا بعد فوز على مصر القاهري 2-0، ودي مباراه التتويج بالبطوله سوبر منطقه القاهره. هي طبعا اتفضل ده ماتش مصر القاهري، وحضرتك شايف الملعب دي من الحاجات اللي قابلتنا في مدينة. هاجي لها بس هتكلم بقى كابتن عين فيها الملاعب والمشاكل اللي واجهتكم في منطقه القاهره اكيد البطوله. طبعا كابتن امين ذكر الجهاز، بصراحه الجهاز متميز جدا، ومعانا يمكن ظاهر على الشاشه حفني عبد المقصود اللي هو تايجر اخصائي الاحمال. ده شخص متميز جدا، ومعانا عم حسن ومحمد، دول أمناء جدا ونشطاء جدا. يعني هو الناس اللي بتساعدنا مهم جدا انه يكون امين عشان تتثق فيه وتدي له فرصه ان هو يشتغل معاك ويساعدك. يعني دوري كمان في الماتش في بدايه الموسم بجهز مع كابتن امين، لو في فتره اعداد بشتغل معاه فيها، لو في ماتشات وديه بجهزها معاه، زائد دور التسجيل لو في لعيبه جديده بنستعلم معانا، ودي قصه كبيره جدا. الاستعلام ده مهم عشان ممكن كابتن امين يمشي مشوار كبير في المسابقه ويتصدر، ويجي ممكن لعيب يكون اوراقه مش سليمه يبقى عذرك كل شيء. دي قصه كبيره جدا، الشغل ده مهم. دي قصه كبيره جدا، وفي جات لنا لعيبه وطبعا كابتن امين العلمي بيها ومشيت، ولعيبه متميزه جدا. ومش عايز اقول لك ورقه تقريبا ما فيهوش مشكله، بس احنا عارفين الورقه يعني انت شاكك في لا لا لا، هو الورق هو سليم. مش سليم، بس هو الورق اللي جايبه سليم، ودي برضه مشكله يعني. فقلت للكابتن، كابتن امين قال لي لا، حتى لو ورقه سليم لا ما يقعدش معانا، واللعيب ده كان جاي لنا من نادي ثاني ونادي كبير يعني. الاداري بصراحه بيواجه صعوبه جدا في الموضوع، لان الموضوع تطور جدا، موضوع التزوير تقريبا بقت مافيا، بقت تجاره اصلا الموضوع نفسه. قصه كبيره جدا يعني. وبعد كده المرحله ما يبدا الماتشات الرسميه، الاداري دوره بيبدا من اول ماتش لحد يعني من صفاره حكم نهايه المباراه. هاجي لك انا بقى في الدور بتاع المباريات، هروح بقى للكابتن امين. واحنا دلوقتي انت بتتكلم يا كابتن عماد على سوء ارضيه الملعب، وطبعا اكيد واجهته في بطوله منطقه القاهره ملاعب كتير سيئه كتير. يعني في ملاعب طبعا في ملاعب ترتان، وفي ترتان قديم شويه، وفي ترتان حديث، وفي ملاعب ترابيه زي ما انت شفت كده. الملعب الاخراني ده ملعب تراب تراب يعني، لا يصلح للعب كره القدم بامانه يعني. للاسف يعني عشان نحافظ على موالدنا والناشئين، واصبحت كره القدم دي صناعه كبيره جدا، لازم ارضيه الملعب تبقى ده اساس كره القدم يعني عندنا. اساس كره القدم الاول الملعب كويس عشان تقدر تعمل لعيب كويس، لان هو لعيب الكوره ايه غير ازاي يمرر، ازاي يستلم، ازاي يوقف الكوره، ازاي يشتغل عليها، ازاي يعمل مهاره. لو ما كانش الملعب سليم ومؤهل ان الولد يعمل كده هتبقى مشكله كبيره جدا في التمرير والاستلام والباص، حتى اللعيب نفسه بيبقى نازل خايف. ومش عايز اقول لحضرتك، انا يمكن في الماتش الاخراني ده انا قلت للعيبه اهم حاجه قبل المباراه نطلع سلام، ان الملعب كان سيء جدا. ومعرفش للاسف الشديد المنطقه او الاتحاد بيوافق على الملاعب دي ازاي. لازم يبقى في لجنه، واحنا هنا نشدنا في برنامج الاشبال يعني منطقه القاهره، لازم يبقى في لجنه تعين الملاعب قبل المسابقه. دي حقيقه يعني للحفاظ على المواهب داخل القاعده. دي حقيقه، لان دي بتقلل كتير جدا من اللعيبه المميزه. وبعدين بتحصل اصابات كتير جدا يعني. بيحصل اصابات، كم من الاصابات، الناس فاكره ان الاصابات بتيجي ناتجه عن التمرين فقط او اصابه التحامات بين اللعيبه وبعضها، لا، اساس الاصابات الكبيره دي بتيجي من الملاعب السيئه، ودي مشكله كبيره جدا.
على مستوى جمهوريه مصر العربيه كلها، مش على مستوى يمكن الفرق الدوري الممتاز تلعب يمكن ملاعب احسن شويه. انت كمان عندك اصابات قويه داخل الفريق، اثنين لعيبه اصابات كتير، رباط صليبي بسبب سوء ارضيه الملاعب، سوء ارضيه الملاعب. وانا مش عايز اقول لحضرتك ان احنا من اميز اللعيبه للاسف اللي هي من اللي اتعورت، يعني لعيبه برومسنج كبار جدا ان هم ممكن يكملوا في الفريق الاول ان شاء الله باذن الله. هروح بقى للكابتن تامر دسوقي وعايز اساله بقى عن اصعب مباراه وايه الفرق المشاركه معاه، بس هسمع يعني رد الكابتن تامر. هنطلع دلوقتي لتقرير يعني بعد فرحه 2000 وبعد حصولهم كمان على بطوله سوبر منطقه القاهره. والله دي حاجه حلوه وفرحه نادي الاهلي طبعا غير اي نادي، وبحب اشكر الكابتن امين على الثقه اللي اداها لي، ويعني فوق راس والله، ويعني فرحان ان انا بجيب هدفين النادي الاهلي النهارده في المباراه النهائيه اللي هي حسم الدوري، وان شاء الله المزيد من البطولات ان شاء الله، ونقدر نساهم للنادي الاهلي بطولات كتير ان شاء الله باذن الله. الحمد لله على الفوز وعلى البطوله، الناس دي اللعيبه دي كلها رجاله من غيري او بيا كانوا الحمد لله هياخدوا الدوري، الناس دي كلها رجاله بقالنا 5 سنين متتاليه ورا بعض بناخد الدوري، فالنادي الاهلي طبعا كبير ومتعود على البطولات، واحنا يعني الحمد لله متربيين على كده في النادي الاهلي ان احنا كل بطوله لازم تبقى جوه النادي الاهلي، والحمد لله يعني الناس دي رجاله جدا طبعا، وتعبوا جامد جدا السنه دي. مبسوطين طبعا بالفوز، بس طبعا انا بحيي كل اللعيبه طبعا، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي، وان شاء الله متعودين دايما على البطوله، وان شاء الله ما تبقاش اخر بطوله، وان شاء الله ربنا يسهل واللي جاي احسن ان شاء الله، ونبقى كلنا في الفريق الاول وناخدها مع الفريق الاول ان شاء الله. الحمد لله تعب موسم كامل من اول السنه واحنا حاطين عيننا على البطوله، واثقين الحمد لله ان احنا ناخد البطوله، ودي مش اول بطوله، دي 5 بطولة لفرقه 2000، والحمد لله ادينا اللي علينا الموسم ده وتوجنا ببطوله قبلها بخمس اسابيع الحمد لله. الحمد لله ده تعب سنه كامله، والحمد لله احب اشكر اللعيبه والجهاز الفني، تعب معانا كانت سنه صعبه قوي علينا السنه دي، بس الحمد لله قدرنا نتوج نفسنا اخر ماتش الحمد لله، كسبنا النهارده يعتبر بطوله، بس احب اقول بس الملعب كان سيء قوي، يعني احنا كنا بنلعب وخايفين على نفسنا، بس الحمد لله طول الاهلي لعبتنا الاهلي طول عمرها رجاله في اي حته وفي اي مكان الحمد لله. يعني البطوله دي بتمثل لي حاجات كتير والحمد لله، وده كابتن امين شغال معانا من اول الموسم، والاهلي علمنا دايما يعني اللي احنا اي حاجه نخش فيها لازم ناخدها، والاهلي علمنا كده دايما يعني الحمد لله. الحمد لله يعني كابتن تامر اداني الثقه من اول الموسم ماتشات وديه، والحمد لله وكابتن امين وكابتن اكرامي وساعدوني، والحمد لله لعبه رجاله وخدنا الدوري النهارده الحمد لله رسميا، وديت تاني دوري ليا السنه دي مع 2001 وده تاني دوري. يمكن احساس حلو جدا ان انت تحصل على بطوله مع النادي الاهلي في اول موسم ليك، ومش جديد على النادي الاهلي يعني ان هو دايما بيلعب على المركز الاول، احنا قدرنا ان احنا نحسم الدوري قبل ما يخلص ب4 ماتشات، تعادلين ما فيش ولا هزيمه، لا يعني لعيبه رجاله، وبنشكر طبعا الجهاز الفني كابتن امين كابتن عبد الله كابتن تامر، وبنشكر الكابتن عماد، وحتى العاملين اللي معانا عم حسن وعم محمد تعبوا معانا برضو، الجهاز كله قدرنا ان احنا نحسم الدوري الحمد لله. الحمد لله انا كنت مصدق ان انا جاي النادي الاهلي اصلا في البدايه، فكنت بتمنى ان انا اخد بطوله حتى مع اي فرقه، بس الحمد لله ربنا عوضني ان انا اخد بطوله مع النادي الاهلي، وده انا هحطها في ذكرياتي طبعا في الفتره اللي جايه دي كلها. دي كانت بعض اللقاءات مع لاعبي فريق 2000 بعد تتويجهم ببطوله سوبر منطقه القاهره. اروح بقى للكابتن تامر دسوقي مدرب حراس مرمى فريق 2000، قول لي بقى اسماء الفرق المشاركه في بطوله منطقه القاهره معاك، وكانت مين يا كابتن؟ يعني زي ما انت حضرتك قلت يا كابتن في المقدمه بتاعتك ان في ناس كتير بتقول ان البطوله مش قويه لا احنا معانا فرقه قويه جدا، قول لي اسماء ومعانا الفرق. احنا معانا دجله، ومعانا النصر، معانا المقاولين، معانا الجيش، مصر معانا الفرقه كمان. انا جاي لك في كلام بقى كده. مش دي الفرقه اللي نفستنا اللي نفستنا فرقه، يعني مع كل احترامي ليها هنقول في اسم في الكوره، هي اسم مش كبير شارة امين، لكن هي اللي كانت بتنافسنا
هي الفرقه اللي كانت بتنافسنا لغايه الاسبوع اللي فات يعني لغايه ما احنا ربنا كرمنا وحسمنا المباراه بتاعت المصري القاهري كان هم اللي بعدينا يعني لو هم اللي ماشيين معانا من اول الموسم وهم اللي كان الماتشين اللي صعبين قوي. طب كانت اصعب مباراه يعني هي المباراه اللي الشارع التامين كانت في بطوله منطقه القاهره كانت مباراه الشارع التامين الثانيه اللي هي عندنا كسبناها 2-1 وكانت مباراه دجله لان كانت مباراه دجله مهمه جدا كانت تبعدنا لان كان دجله ساعتها برضه داخل في المنافسه كان قد شارع التامين في الـ في الـ في في النقاط وكان الجيش معاهم كان الماتش ده كان يخلينا نفرق عنهم خلاص يبقى فرقه واحده بس هي اللي بعدنا فكان الماتشات الصعبه والماتشات الحمد لله عملناها كويس قوي كان بره ملعبنا دي اللي حسمت البطوله بشكل رسمي كان قربتنا كتير يعني كان كلام كابتن امين مع الولاد خلال الاسبوع ده ان المباراه دي تقربنا من البطوله 90-95% وفعلا احنا كسبنا المباراه دي 5-2 كانت السيناريو المباراه يعني نزلنا كسبنا جبنا جونين وبعد كده هم جابوا جون وبعد كده جبنا جون وبعد كده هم جابوا جون وشالونا 3-2 فبدانا الشوط الثاني الماتش كان من الكهرباء كان ماتش صعب فالحمد لله كان الولاد كويسين قوي كانوا مركزين قوي فالحمد لله المباراه دي قربتنا بشكل كبير جدا من البطوله الفرق كويسه حتى الفرق اللي كانت ما فيش ولا هزيمه في طول مشوار المسابقه الحمد لله الحمد لله حتى كمان يعني حتى الفريق الوحيد داخل القطاع ما شاء الله حققت البطوله لحد دلوقتي بدون اي هزيمه خالص ما شاء الله الحمد لله احنا يعني كابتن امين لما كان بيتكلم قبل ما نحسم البطوله مع الاولاد كان احنا دايما بنتكلم كل تمرين فهو بيحط لهم هدف البطوله فاحنا البطوله خلصت فهو دلوقتي من الماتش اللي فات حط لهم الهدف ان احنا قدامنا هدف ان احنا ما نتغلبش يعني انت النهارده الهدف الثاني بعد ما حققت البطوله الثلاث مرات او اربع مرات اللي جايين انك إن تكمل بنفس المستوى خلي بالك انتوا الفرقه الوحيده على مستوى المسابقات كلها في مصر التي لم تهزم في اي مباراه خلال المشوار البطوله باذن الله نكمل بدون هزيمه باذن الله. كابتن عماد انت قلت لي دورك في فتره القيد بقى عايز اعرف دورك يعني في اثناء المباراه بدايه تسجيل اللاعبين من ال 18 الموجودين التغييرات الكلام ده كله. طيب هو في بس حاجه قبل ما اخش في السؤال ده حضرتك هو في كابتن امين كل ماتش لازم يجيب دوافع للعيبه عشان يعني قصه ان البطوله ضعيفه مش عايز يوصل للعيبه بالعكس البطوله قويه جدا وفي فرق هي مجهوله لينا يعني فكابتن امين كل ماتش لازم يبقى في دافع للعيبه عشان تنزل تكسب يعني زي ما كابتن تامر قال ماتش دجله ده مهم جدا كان لازم يبقى في دوافع كتيره وننزل نكسب ونكسب بالنتيجه دي. انا دوري في المباريات الرسميه بيبدا من صفاره الحكم نهايه الماتش السابع يعني ادخل اوضه الحكام اخد اختار المباراه في الانذارات فبطلع اسجل الاختار فبعرف مين اللي واخد انذارات مين اللي مش هيلعب الماتش الجاي وببلغ كابتن امين بالموضوع ده بجيب النتائج وبجهز للجدول الترتيب والماتشات الجديده. بعمل احصائيه كده للفرق اللي احنا لاعبها الماتشات بتاعتها كسبت اعمل لها جدول يعني خاص بيها وبعرضه على كابتن امين وبنبدا بقى تاني يوم بيبقى فيه استشفاء وبعدين ببدا اجهز اراجع على لو انا خارج بره براجع على الاتوبيس اللي احنا هنطلع بيه اراجع كارنيهاتي الاجراءات الاداريه دي كلها لازم بسيب مسافه يوم او يومين على الاقل بين الماتش وبين مراجعتي للاحداث المباراه عشان لو في حاجه اقدر اتدارك. خلي بالك انت كده شغال ما بتاخدش اجازه خالص يا كابتن. لا خالص. ما تاخدش اجازه. احنا ممكن ناخد اجازه هو تلاقيه في النادي. هو شغال يوم برضه. يوم المباراه انا موجود الساعه 9 الصبح لو الماتش بيبقى 3 الا ربع 9 الصبح انا معايا عم حسن ومحمد حامد بنبقى موجودين 9 الصبح نجهز براجع معاهم الحاجه بتاعتهم هم زي ما قلت لحضرتك قبل كده هم مشتاق جدا وامنين فمساعديني طيب. جدا في الموضوع ده. قول لي بقى ضامن لعيبه انت سجلت لعيبه جديده السنه دي يعني انضمت لفريق 2000 في ياسين عبد الناصر ده انضمنا في شهر 10 ده جاي من كان نادي شرم الشيخ كان انتقال حر وفي يناير احمد الشامي واسماعيل الليثي وعبد الله النبيل وفي خالد محسن ده حارس مرمى تمام دول انضموا في شهر يناير يعني يناير اروح بقى للكابتن امين وعايز يعني تطمنا بقى على المواهب يعني ما شاء الله عندنا مواهب داخل القطاع لكن عايز اسمع منك بقى المواهب الموجوده داخل فريق 2000 لا عندنا الحمد لله بفضل الله يعني زي ما حضرتك بتقول عندنا مواهب كتير جدا في القطاع فرقه 2000 يمكن من الفرق المميزه جدا في النادي يعني انا عندي حوالي طبعا زي ما الكابتن تامر قال انا عندي 2 حراس مرمى مع ال 97 والفريق الاول ما شفتهمش السنه دي ما شفتهمش يعني ما لعبوش ولا مباراه لا يمكن احمد طارق لعب معايا ماتشين 3 لكن شوبير ما شفتوش خالص ودي ادتنا دافع وحافز ان احنا نطلع من تحت وده اللي عمله الكابتن تامر والكابتن اكرامي بصراحه ان هم صعدوا الحارس المرمى نمره 3
في فريق 2001 واشتغل معانا الموسم كله، ويمكن الكابتن ربيع ضمه في معسكر من معسكرات المنتخب، وانا بقول ان شاء الله هيبقى جول مميز جدا ان شاء الله في الفتره اللي جايه. تمام. وانت بتتكلم كده يا كابتن امين، انا عايزكم تعرضوا لي الجدول بتاع المسابقه 2000 عشان برضو نستعرض الارقام ونشوف يعني الانجازات والارقام اللي عملها. يعني بنشكر يعني طبعا مخرجنا عمارة الموجود معانا النهارده. الاهلي لعب 22 مباراه، فوز في 20 مباراه، تعادل في ماتشين بس، مفيش خساره ولا مباراه. اقوى خط هجوم 89 هدف عليه 12 هدف، برده اقوى خط دفاع المتصدر المسابقه وحسمها بشكل رسمي برصيد 62 نقطه. ياتي في المركز الثاني مصر التامين، مركز ثالث وادي دجله، الرابع طلاع الجيش، الخامس النصر، السادس الاتصالات، السابع السكه الحديد، الثامن شباب زينهم، التاسع سراء القبة، العاشر الغابة، 11 معادو اليخت، المصري القاهري، المقاولين، وشباب عين الصير. اتفضل يا كابتن. فعندنا لعيبة الحمد لله، يمكن احنا مصعدين لعيبة كتير جدا السنة دي لل 99 وال 97. عندنا في السبعة في محمد حسام ميدو، في مصطفى الياس، ومصطفى الياس ده من اللعيبه اللي يعني ان شاء الله باذن الله هيبقى برضه ليها شان كبير. شارك مع الفريق الاول، هو شارك مع الفريق الاول بتاع جمهوريه شبين الاخرانيه. في زياد طارق، في انا يعني فارس. احمد ممكن فارس طارق. دول مع ال 97. عندنا بقى حدث ولا حرج بقى في فرقه التسعه، مش عايز اقول لك، في ضياء وفي علاء الشربيني وفي محمد علاء وفي وليد عطيه وفي زياد وفي عربي. العربي جمال، وفي احمد الشامي طلع لعب معاهم، مصعد لكل، وفي كان قبل ما يتصاب خليل، محمد خليل لعب معاهم، وحجازي لعب معاهم. فالحمد لله، وده الهدف الرئيسي، وده الهدف اللي النادي بيدور عليه. يعني هو مش احنا ما بنعملش بطوله، احنا بنعمل لعيب، بنعمل لعيب كوره، وده الهدف الرئيسي. اللي يمكن انا عايز اذكر كمان حاجه مهمه جدا حصلت السنه دي. انت كمان بتوظف يا كابتن امين حسب برضو يعني القماشة اللي عندك، وانت بتصعد بتوظف طبعًا كمان في كذا مركز، يعني ممكن تاخد باك ليفت تلعبه مساك، عملتها انت السنه دي كتير. ومصطفى الياس اتصعد بسبب كده. انا عايز فارس بلعبه دلوقتي سيرد باك، وهو كان باك رايت. حسون بيلعب هاف ديفندر وبيلعب باك رايت. الحاجه اللي لازم اقولها ولازم اشيد بيها كمان السنه دي، وفرقت معانا احنا كجهاز، وفرقت مع اللعيبه، مش انا يعني كامين، الاجهزه كلها في النادي. ان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وهو يعني اسطوره الكوره في مصر، اما يجي يجتمع باللعيبه مره واتنين في النادي، واللعيبه تشوفه ويقعد مع اللعيبه، ولازم اراده النصر، ولازم عندكم العزيمه وعندكم الاصرار وشخصيه النادي الاهلي، مش عايز اقول لك ان احنا خدناها ذريعه للعيبه. يعني ما بتحصلش ان الكابتن محمود يجي ويقعد معاكم ويتكلمكم ويتناقش معاكم ويسلم عليكم. فطبعا كل لعيب بدا يحلم، زائد ان هو طمنهم ان الفتره الجايه فتره اللعيبه الصغيره للنادي الاهلي. يعني ان شاء الله باذن الله مش هنستعين كتير بعد كده باللعيبه من خارج النادي الاهلي، احنا عايزين لعيبه النادي الاهلي، وده الكلام اللي هو قاله لهم. فدي كانت بالنسبه لنا يعني حاجه بصراحه يعني يشكر عليها الكابتن طبعا. كانت ادت دفع كبير جدا للعيبه، بقت اللعيبه كلها بتغير بعد اللقطات من الاجتماع، وكل اللعيبه عايزه تلعب، الزيارات المتكرره لقطاع الناشئين. فدي بصراحه كانت من احسن الحاجات اللي اتعملت السنه دي، وادتنا احنا واللعيبه دوافع كبيره ان شاء الله نكمل على المسيره وناخد البطولات. طب شفت ازاي برضو يا كابتن امين، يعني دي زياره مهمه طبعا للكابتن محمود الخطيب، وكانت في بدايه الموسم مع المدربين، وكانت مع الاداريين، وتكررت للاعبين برضو. برنامج الاشبال، عملنا ملعب الاشبال وزعنا مباراه، طبعا ما زعناش لفريق 2000، لكن زعنا لمباراه 97، زعنا لل 99، زعنا 2001. شاف التجربه ازاي دي، خاصه يعني قناه النادي الاهلي هي الشاشه الوحيده اللي عملت هذه التجربه؟ لا، دي تجربه ناجحه جدا، واحنا طبعا بنشكركم عليها جدا، وود الدوافع للعيبه، وبقى كل لعيب عايز يلعب وعايز يتصعد وعايز يتشاف في التلفزيون وعايز يظهر للناس واولياء الامور وعايز. فدي طبعا عرفتهم على الجمهور، وعرفت الناس اللعيبه بالجمهور يعني. تمام. فدي حاجه كويسه جدا يعني. كابتن تامر، انت شايف الزياره طبعا، انت كنت موجود في الاجتماع وزياره الكابتن محمود الخطيب، شفتها ازاي يعني، وانتوا كمان دايما بتجتمعوا مع اللعيبه وبتكلموهم يعني؟ والله زي ما قال كابتن امين، لما رئيس النادي الاهلي بيجتمع بالناشئين وبيجي لهم مخصوص، يعني الكابتن كان جاي لهم هم
مش 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 بيعمل حاجه في النادي فقال اقعد لا هو الكابتن مرتب الزياره خاصة انه جاي له الناشئين واللاعبين والمدربين والاداريين. يمكن انا بشوف كابتن محمود دايما اسطوره زي ما قال كابتن امين. يعني الاولاد معظم الاولاد دول ما شافوش كابتن خطيب وهو بيلعب، لكن اللي هم لما بيشوفوا الفيديوهات بتاعته هم بيعرفوا يعني ايه محمود الخطيب في الكوره. فلما يقعد الكابتن خطيب يتكلم معاهم ويتكلموا عن ذكرياته وانه بدا ازاي وايه اللي اثر في حياته وايه اللي فرق معاه، زي ما قال الكابتن احنا بناخدها فعلا. ابرز النصائح اللي كان بيقولها الكابتن محمود الخطيب، وانا عارف ان هو اجتمع بالمدربين الاول في بدايه الموسم، يعني ايه النصائح كانت مدربين وبعد كده ايه النصائح اللي قالها للناشئين؟ الكابتن لما بدا كلامه معاهم هو يعني حاول يعرفهم قيمه فهمه النادي الاهلي هي ايه. معنى كلمه النادي الاهلي هو ايه اللي بيميز النادي الاهلي عن اي نادي في الشرق الاوسط مش في مصر بس. هو قال كلمه يعني قال لك النادي الاهلي اتغير رؤساء ولعيبه وكل حاجه اتغيرت في النادي الاهلي الا مكانته. ايه السبب؟ فهو السبب فعلا ان هي روح النادي الاهلي دي اللي بيتربى عليها بالظبط الناشئين، وده خلي بالكوا ده دور المدربين مهم جدا. طبعا ان الموروثات دي دايما تتنقل للاعبين من خلال المدربين والاداريين بالظبط كل اللي عاملين داخل قطاع الناشئين بالظبط، وده اللي بيشتغل عليه كل المدربين، وده اللي بيشتغل عليه يعني احنا اتربينا عليها كابتن اسامه كابتن حضرتك وانا وطبعا كابتن امين اشتغل بقى كتير في النادي، هو ده اللي اتربينا عليه وده اللي احنا بنحاول ننقله للولاد. يعني ايه كلمه النادي الاهلي؟ يعني ايه قيمه النادي الاهلي؟ يعني انا شايف ان الزياره بتاعته فرقت كتير جدا. الولاد نفسها لما رئيس النادي بيجي يقعد معاه هم خارجين مبسوطين فرحانين، كان ليها اثر ايجابي بعد كده. ما حصلتش قبل كده. يمكن انا واحنا بنلعب انا شفت كابتن صالح سليم الله يرحمه كان كابتن خطيب نائب رئيس، لكن الكلام ده كان في نهايه الموسم الحفله اللي هي لما الفرقه كلها خدت الدوري فبيجي، لكن الكابتن يجي يقعد معاهم ويكلمهم ويعرفهم يعني ايه النادي الاهلي ويعرفهم دوركم ايه وايه اللي مطلوب منكم، ولما يقول لهم ان مستقبل النادي الاهلي موجود في الاوضه اللي احنا قاعدين فيها دي، لا دي حاجه كبيره. طيب ما ينفعش تكونوا موجودين معايا النهارده وما تسالكوش بكره عن مباراه القمه 117 ان شاء الله باذن الله. شايف مباراه القمه ازاي؟ لا انا إن شاء الله. طبعا هي بص ككوره تمنياتك ايه بكره؟ تمنياتي طبعا فوز النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، لكن هي مباراه صعبه. يعني ما حدش يقدر يتنبأ بالنتيجه. الزمالك السنه دي ماشي كويس، لكن اعتقد ان احنا بعد تدعيمات يناير وبعد الفتره الاخرانيه دي الحمد لله الكيرفو بدا يعلى وماشيين كويس بصفه مستمره، فان شاء الله باذن الله اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نوفق في الملعب، نبقى مركزين، نبقى هادين، ان شاء الله باذن الله. يعني ان شاء الله باذن الله نقول المكسب هيبقى حلفنا باذن الله ان شاء الله. كابتن تامر شايف بكره مباراه القمه ازاي ان شاء الله؟ طبعا مباراه صعبه يعني باي حال من الاحوال، هي مباراه الاهلي والزمالك دايما صعبه، لكن انا يعني ليه رايي كده ان شاء الله الماتش هيبقى سهل بالنسبه لنا. يعني انا حاسس ان الماتش هيبقى مرتاح زي ما قال كابتن، فريق الزمالك فرقه كويسه وعناصر كويسه. وبيقولوا لي دلوقتي كابتن محمود الخطيب وصل فندق الاقامه دلوقتي في برج العرب بيساند اللعيبه وموجود مع اللعيبه ان شاء الله، ويعني يبقى يوم يعني ان شاء الله بكره فرحه لكل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله يا كابتن اسامه هكلمك بعد الماتش ان شاء الله هنكسب باذن الله، باذن الله هنكسب مكسب كويس كمان ان شاء الله ان شاء الله. كابتن عماد، هي المباراه زي ما الكابتن امين والكابتن قالوا هي طبعا مباراه صعبه عشان مباراه قمه وفي احداث كتيره جدا قبل المباراه احنا بعيد عنها خالص، بس باذن الله المكسب للنادي الاهلي ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا يا كابتن امين. الله يخليك كابتن اسامه. شكرا. شرفتنا ونورتنا يا كابتن تامر. شكرا كابتن اسامه. ربنا شرفتنا ونورتنا يا كابتن امين. شكرا كابتن شرف لي. الله يكرمك. بشكر ضيوف النهارده اللي كانوا مشرفيني في برنامج الاشبال، الكابتن امين عرابي والكابتن تامر دسوقي والمدير الاداري كابتن عماد انور. كل التوفيق ان شاء الله للفريق الاول النادي الاهلي بكره في مباراه القمه 117، الفرق نقطتين والنادي الاهلي بكره في تحدي مهم، وان شاء الله يعني يوصل للمرتبه اللي دايما النادي الاهلي ناشئنا وكمان الفريق الاول بيسعى لها دايما، هو المركز الاول. نشوفكم الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده من برنامج الاشبال. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجة تن النادي الاهلي المصري بقى رقم واحد، العالم شاهد على امجاده وانه مش
مشاهد على امجاده وانه مشرف.